تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج حوار سبورت. حلقتنا لهذا اليوم ستكون تحت عنوان الأولمبي العراقي يصل المحك الحقيقي. بعد أن ضمن المنتخب العراقي التأهل إلى الدور الثاني في بطولة كأس آسيا أو نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 سنة، لاقى منتخبنا الأولمبي العراقي الأولمبي الكوري في مباراة خاضها الفريقين بالعناصر البدينة. سنتحدث عن هذا الموضوع ونحلل المباراة فنيا ومهاريا ومستوى الفريق العراقي عموما في مباريات المجموعات مع ضيفنا المحلل الفني والمهاري الكابتن الدولي السابق عبد الأمير ناجي. أهلا وسهلا بك كابتن. أهلا وسهلا سهلا. حياك الله. مشاهدي الكرام، قبل أن ندخل في تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم، خلينا نشاهد تصريحين يعني اسمين كبيرين في عالم الكرة العراقية، الكابتن بسام رؤوف والمدرب القدير أنور جسام، وقد تحدثا عن المنتخب الأولمبي قبل خوض مباراة منتخب كوريا. طبعا أكيد بطولة بمستوى منتخبات آسيوية تعتبر بصراحة لها تاريخ طويل، والعراق السيد البطولة الماضية، لذلك مستوى المنافسة راح يكون بصراحة يعني حاد وشديد خلال هذه الفترات. شاهدنا منتخبات القطرية وأيضا المنتخبات الأخرى الأوزبكية وكذلك كوريا الشمالية والجنوبية ومنتخب العراقي واليمن، شاهدنا أداء بصراحة جيد، لكن احنا نتمنى يكون أفضل خلال المباريات القادمة. لحد الآن الأوراق لم تكشف لحد هذه اللحظة، هنالك الكثير من نقول احنا من اللاعبين ربما إلى الفترة القادمة راح يكونون يشاركون، خاصة منتخبات الأوزبكي اللي خسر، وهنالك يعني استحقاق أو مباراة قادمة مع المنتخب العراقي، أنا يعتبرها مباراة نهائية للمنتخب الأوزبكي باعتبار خسر مع منتخب كوريا الجنوبية. أيضا المنتخب العراقي مباراة نهائية إلى باعتبار إذا خسر لا سمح الله مع المنتخب الأوزبكي راح يكون تحت الضغط، ومباراة راح تكون صعبة عليه أمام منتخب كوريا الجنوبية، لذلك أتمنى يحسمها منذ الآن. طبعا تصفيات الأولمبية اللي تجري الآن بالوقت الحاضر في الدوحة ما كطتنا الصورة الواضحة عن مستويات الفرق، خصوصا بعد أن تلعب الفرق أول مباراة. الأول مباراة يعني بصراحة هتكون بيها نوع من الحذر من الحيطة، من يعني التركيز شوية زايد، من الأعصاب المشدودة، عدم قراءة الفرق الأخرى. فالمباراة الأولى نعتبرها مهمة هي، ولكن الفوز أو التعادل نعتبرها نقطة إيجابية، بس الخسارة تنطيك فد هوبليس، تنطيك خيبة أمل. فعليه احنا فريقنا الحمد لله والشكر قدر انه يجتاز هذه المرحله بجداره، وهو من الفرق بصراحه المنافسه الجيده اللي انا اعتقد سوف يكون هو متصدر مجموعته لما يحوي من مستويات عاليه وخبره وتجربيه بالنسبه للاعبينا. وهنالك فرق بصراحه كانت واضحه المعالم، يعني الفريق القطري كان فريق جيد، كذلك البارحه فريق الامارات استطاع ان يفريق على استراليا، هنالك فريق اليابان كذلك من الفرق اللي ممكن، يعني عندك الفريق الكوري. ولكن هذه قلت لك في المرحلة الثانية من المنافسات بعد ثاني مباراة بعد ثالث راح تعطيك صورة واضحة عن مستويات هذه الفرق وما تقدمه من مستويات في الفترة القادمة. أنا شخصيا أتوقع أنه منتخبنا سوف يكون الورقة الرابحة إن شاء الله في التصفيات ويتأهل إلى ريو دي جانيرو. اهلا بكم مره اخرى مشاهدي الكرام. كابتن، يعني النجم بسام رؤوف والمدرب القدير والاستاذ انور جسام اجمعا على ان المباراه الاولى اجتزناها يعني وكان الهم النقاط الثلاث وان لم يكن المستوى يلبي الطموح، لكن في مباراه اوزبكستان كانت هناك متغيرات كثيره. خليني ابدا من مباراه اوزبكستان. يعني جنابك الكريم دائما تحضر ارقام تشخص، يعني تحليلك يتناول جميع الجوانب المهمة، حتى من ضمن التحليلات اللي تتحدث عنها يعني دائما أنت يمكن ما يلتفت لها الكثيرين
من مدربينا، واعتذر لهذا الموضوع لكن هذه حقيقة. جملة أو اصطلاح أطلقت عليه أنت، اللعب الإيجابي واللعب السلبي، يا ريت لو توضح لنا هذا الشيء للمشاهدين الكرام. أشكرك على الاستضافة أستاذ حسين. حياك الله. بالتأكيد يعني بعد المباراة الثالثة اليوم اتضحت الصورة للفريق العراقي، يعني باتت الرؤية واضحة لمجموعتنا، يعني بانتظار المجموعة الرابعة اليوم تلعب. الفريق العراقي من ثلاث مباريات يعني الحصيلة مالته يعني كانت انه ثلاث فوزين وتعادل. اذا دخلنا في الامور الفنية مثل ما تفضلت وجوابا يعني لسؤالك، اعتقد هي عملية الاحصاء هي ارقام يعني اليوم ماردة في كل العالم، والعالم تعتمد على هذه القاعدة والداتا الثابتة. لكل مدرب المفروض عنده مجموعة خاصة بالتحليل تعمل معه توفر لك كل الاحصائيات والارقام حتى من يعني الجهد عنه يقل، وبالتالي يعني يكون تركيزه أكثر في الجوانب القادمة في المباريات القادمة وماذا يعمل، لأن هذه نتائج، النتائج على ضوء هذه معطيات أنت كيف تحضر وكيف ستواجه الفرق في بعد الأرقام ما تحصلها الأرقام. نعم. إذا دخلنا في المبارياتنا يعني باختصار يعني لأنه إحنا عندنا ثلاث مباريات، بداية يعني إحنا نبدأ من الحيازة دائما اللي يتكلمون فيها، فأعتقد يعني إحنا في المباراة الأولى كانت حيازتنا أفضل من اليمن. نعم. النسبة بسيطة يعني من 45 إلى 55 مع أوزبكستان يعني كانت متساوية، أو النصف الثاني لأوزبكستان تفوق علينا في نقطة أو نقطتين يعني تقريبا 48-52. نعم. أمس أيضا نفس الشيء كان الفريق. نعم. الكوري لغاية الشوط الثاني حيازة أفضل لكن بعد نهاية الشوط الثاني. هذه لقطات من مباراتنا مع منتخب كوريا. نعم. أي نعم كابتن. هذا الهدف الأول للفريق الكوري طبعا. من يتحمل وزر هذا الكابتن؟ بالتأكيد مو هنا المشكلة، حالة ثابتة، الحالة الثابتة يعني الكرة ثابتة واللاعبين ثابتين، لكن عندما تتحرك تبدأ الحركة، هنا لاعب وهنا كرة وفراغ. اللاعب إذا تلاحظ هو قريب عليهم داخل المنطقة، شوف هنا الفراغ اللي على ما خط الستة، اللاعب يعني فارغ 100% يعني هنا لاعب وكرة لم يراقبها، هنا مراقبة يعني الفردية. لاحظ اللاعب 15 واللاعب 9 بلحظة انفك اللاعب عن 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 بالتأكيد. والمهاجم يعني دائما المهاجم يعطوه بالتدريبات والواجبات انه ينسحب عكسي يعني ينسحب للخلف، لأن الدفاع اوتوماتيك يندفع داخل المرمى يعني شعور لا إرادي يكون عنده بحيث يحاول يدافع عن المرمى، في حين المهاجم يحاول يسحب نفسه من الخلف يخلق الفراغ لنفسه ويهدد يعني زاوية الرؤية. أيضا زاوية الرؤية تكون عند المرمى. واعتقد أيضا الخطأ الآخر اللي ارتكب الفردي الحارس كان بالإمكان إبعاد الكرة، يعني كان رد فعله يعني غير مناسب مع بطيء بعض الشيء مع مسافة الكرة، القرب بينه وبين اللاعب داخل منطقة الست ياردات من ضرب يعني على الخط تقريبا، فالمسافة أقل من 4 أمتار تكون. نعم. هنا رد الفعل هنا يكون سريع، وهذه فأعتقد هذه الأخطاء واردة تصير عند اللاعبين، لكن درجة الخطأ هنا وهذه واحدة من الفرص اللي ضاعت. نعم. يعني أنا الحالات اللي خليني شوية يعني نتحدث باستفاضة أكثر عن هذه المباراة والإحصاءات والأرقام اللي جنابك محضرها. خلينا يعني نتحدث أكثر شوية عن مباراتنا مع كوريا، هذه اللي شاهدناها الفريق الكوري وكأنه كان مسلمنا زمام المباراة لكن يعمل بصمت، متى ما يشاء أن يصل إلى مرمانا يصل. الفريق الكوري يعني هو أكثر انضباطاً وأكثر يعني تنظيماً وأسلوباً في الجوانب التكتيكية، بحيث هو من فرض أسلوبه في المباراة، هو من كان يسير يعني كفة المباراة الأمور. أعتقد الشوط الأول كانت الحيازة وتنقل الكرات وعدد الهجمات والخطورة واللعب على الأطراف اليمين واليسار، يعني حتى مناطقهم الاستعدادية يعني بناء الهجمات واضحة وثابتة. هناك منطقتين أو ثلاثة ساخنة في الفريق الكوري كانت مصدر خطورة ثابتة علينا، اللي هي المنطقة فوق الدائرة اللي مقابل منطقة الجزاء العراقي ومنطقة اليمين واليسار. هاي ثلاث مناطق من تدخل الكرة هنا تتحرك بانسيابية سريعة، وكأنما لعبة مدروسة ومتفق عليها، لمسة لمستين تنتقل يمين أو يسار ثم دخول على منطقة الجزاء، وحصلوا على فرص وكرات. هذه المناطق الثابتة يعني اللي هم فرضوا على الأسلوب. المباراة بالتأكيد يعني الفريقين كانت يعني خلينا نقول مجرد يعني خلينا نقول شلون انه تكملت المباريات، بالإضافة إلى أنه هي تحديد المراكز فيها. نعم. ف
فالعامل والضغط النفسي كان خفيف على الفريقين، يعني الفريقين لعبوا بأريحية وهدوء. لذلك كانت المباراة مفتوحة نوعا ما. المباراة يعني هم الفريق الكوري فتحها أكثر مما فتحوها لاعبين العراقيين، الفريق العراقي حاول يعني جاهدا بمشاركة أمجد ومازن فياض من البداية واستغلال سرعتهم ونشاطهم على الأطراف، لكن الفريق الكوري كان محكم ويستخدم الضغط العالي بدليل أنه استخدم القوة لانتزاع الكرة من لاعبين ما أعطاهم مساحة أو مجال يلعبون كرة. الفريق الكوري ارتكب 24 مخالفة في مباراة أمس فاول بالمقابل، وهو لم يصل هذا الرقم في البطولة حتى الآن، ما يوصل لأن هذا استخدام القوة في الضغط العالي، يعني الكرة في منطقة يم الحارس كرروا عند المدافعين عند محمد معن ومحمد أحمد عندما يحاولون بناء الكرة يعني بالجهة اليمين حسين أو جهة اليسار يكون الضغط عالي علينا في الاتجاه الأعلى، يضغطون بأكثر من 4 لاعبين إلى 5 بحيث يمنعون، ولهذا شوف تلاحظ الفريق العراقي اضطر للعب الطويل لأنه اللاعب المدافع عندما يستلم الكرة يحاول يمرر الكرة لا يجد أحد يستلم الكرة أو يعطيها للاعب الدائرة، أصبحت هناك صعوبة في الخروج من مناطق الفريق العراقي فريقنا العراقي. بالتأكيد فكان الضغط عالي وين باتجاه سيف واتجاه الأربع المدافعين الأربع الخلف، وبالتالي منعنا من بناء الكرة. اللعب الطويل أوتوماتيك هم ماخذين حسابات أخرى للخلف، فكان الضغط على أيمن بالاتجاه العمق وحتى على يعني على مازن فياض وعلى أمجد وليد، يعني أنا بالتأكيد صار ضغط ثلاثي على الثلاثة الفوق والضغط الخماسي فوق، يبقى اثنين زايدين الكرة إلا تسقط في الدائرة يلا يصير عندنا لعب. أنا كابتن أعطاها احتمال واحد. هذا الالتفات الجميلة من حضرتك للضغط العالي لمارس الفريق الكوري، كيف يمكن لفريق أن يمارس هذا الضغط ب 11 لاعب وأنت أمامك 11 لاعب؟ تحس وكأنه اللاعب الكوري يستنسخ نفسه لمرات عديدة ويرجع مرة أخرى ثم ينتقل ثم يرجع ثم ينتقل في ثواني. هذا لم يأتي يعني بالكلام أو شلون تقول تطبيق الجديد أو لأول مرة يمارسه، هذه فلسفة وفكر يستخدموه الكوريين. كوريين منذ 2002 يعني من وصولهم نهائي كأس العالم ودخول المدرسة الهولندية كان في وقت جوز هيدينغ، ولحد الآن تلاحظ المنتخبات الكورية الأندية الكورية في كل مشاركاتها تستخدم هذا الأسلوب وهذه المدرسة تستخدمها، يعني فأصبحت فكر هذه تنجح ليه؟ لأن الكرة في آسيا أو في منطقتنا غير متطور عالي يعني على مستويات عالية كما هي في أوروبا، هناك حلول فردية ومهارية تستطيع أن تكسر هذا الضغط أو يعني تفك لغز الكتل نظام الكتل في الضغط العالي. نعم. فلهذا هم يستخدمون الضغط، أي فريق حاليا يلعب أمام الكوري يجرد من أي أسلوب ما يخلوك يعني تمارس الانتشار ولعب الكرة السهل، يعني أنت ممكن تلعب لمسة وباص تقول لعب السهل بسيط يجب أن نمارسه، ثم الفريق الكوري ما يخليك تلعب لمستين أو ثلاثة حاول يضغط بسرعة فلهذا يعني يجب أن تبحث عن الحلول، الحلول آنية يعني ليس انت تحضرها قبل المباراه، فرض عليك اثناء المباراه الفريق الكوري، واحيانا في بعض الحالات عندما يمارس الضغط وتنجح المناوله من الفريق الاخر يجب ان يعني ايضا ناخذ بالحسبان انه مو كل الضغط ينجح، يعني ان تفلت او تنجح محاوله او محاولتين للفريق العراقي في الاختراق. فلهذا شوف احيانا امس في مباراه امس الحالات الفرديه نجحت، ليش؟ لانه الحاله الفرديه الضغط عالي كل لاعبين ماخذين لاعبين من واحد يجتاز واحد، بالاخص نجحت عند امجد ونجحت عند سيف ونجحت عند مازن من تلاحظ، فلهذا شوف امس ومن نزل بشار ومهند الحلول الفرديه ايش سوت؟ راح تفلش او تؤدي الى انهيار هذا الضغط في مراكز معينه وبالتالي تنهار المجموعه كلها. نعم. لانه الضغط جماعي. نعم. مو فردي. نعم. فقط. زين كابتن، هل وفق الكابتن عبد الغني شهد؟ يعني عندنا لقطات للمؤتمر الصحفي في ما بعد المباراه، هل وفق الكابتن عبد الغني شهد في الزج بالعناصر البديله الوجوه الجديده لاول مره تشارك بالبطوله؟ هل ادت هذه الوجوه ما عليها؟ هل قدمت مباراه تليق باساميها كلاعبين؟ يعني احنا نعرف اللاعبين نعرف امكانياتهم، وهناك اكثر من راي احيانا يعني مثلا يعني نعم. وهنا طبعا عبر عن رضا الكابتن عبد الغني شهد عن اللي قدمه اللاعبين العراقيين، يعني بعض اللاعبين قد يكونون في رايه وفي راي الاخرين هم افضل من اللي كانوا مشاركين اساسا مثلا. هل يمكن اجراء مزاوجه بين التشكيله الاساسيه واللاعبين اللي لعبوا البارحه للمباراة القادمة؟ أكيد يعني هذا العملية روتيشن ضرورية ومهمة، يعني إحنا يجب أن لا نؤمن بأن هناك لاعب أساسي ولاعب احتياط. أنت عندما تفكر هكذا تعطي الفرصة للجميع والجميع يقدم
ويؤدي بمستوى جيد، هذه حالة إيجابية تحسب للمدرب وتحسب للفريق. لكن عملية التوظيف والاختيار المناسب في الوقت المناسب هنا تكمن القيمة لحكمة المدرب والقيمة لقدرة وإمكانية اللاعب الفردي. أيضا المدرب الكوري أشاد، يعني كابتن هنا المدرب الكوري أشاد بالفريق العراقي، ويعني تحدث عن إمكانيات فردية عالية لدى الفريق العراقي. أكيد، يعني الأمس حتى حركة واحدة من حركات التربوية والروح الرياضية العالية عندما سجل اللاعب أمجد وليد، أول من هنأه المدرب الكوري، هاي الكرة ما حد لاحظ الحالة. أمجد وليد خرج فرحا للاعبين العراقيين، فالمدرب الكوري طلع هي أول واحد سلم عليه. وهذه لا لاحظت ما حد انتبه لها. يعني سلم عليه قبل ما يسلم عليه اللاعبين الاخرين. نعم. يعني وراح للمدرب، لكن المدرب الكوري خرج لي قدام هو سلم عليه بارك له. ليش؟ لانه شاف انه هناك اكو نتائج، اكو حلول، ونوضعت حل فردي كسر هذه الحاله الضغط، وبالتالي هو اعطاه درس استفاد منه. احترام كبير للمنافس، ومثل احترام المنافس هذه ضروري جدا، يعني تخدمك لك في الاعداد في الحالات النفسيه لبناء الفريق. اليوم انت مثل ما تعطي مهارات في التدريب واللعب، هناك مهارات نفسيه يجب ان تعطيها للاعبين وتدربهم. اليوم الاعداد النفسي جزء مهم وعنصر اساسي، يعني احيانا حتى تراعي الفروقات الفرديه بين اللاعبين هي جزء اساسي يدخل في مراعاه انه الجانب النفسي كيف. يعني هسه انا اعطيك مثال في الدفاع العراقي، قلبي الدفاع مصطفى ناظم وعلي فاز لاعبين دوليين منذ سنوات يلعبون المنتخب الوطني، دفاع اليسار ودفاع اليمين صفاء جبار وحمزة عدنان لاعبين جدد لأول مرة يلعبوا. أثناء المباراة هذا تفكير ذاتي حسي، يعني يشعر به داخل نفس اللاعب حمزة عدنان وصفاء، يشعر أنه ينظر اللاعبين ذولا كفرق عنه يلعبون. هذا الفرق قد يكون سلبا، يؤثر عليك سلبا إذا لم تعرف أن تحسن تتصرف مع هؤلاء الأربعة، وسيكون إيجابيا، وسيكون إيجابي إذا رفعت من مستوى هؤلاء الاثنين إلى هؤلاء الاثنين، وبالتالي ذول يجب أن يتحلمون بالإعداد النفسي العالي. نعم. للاعبين الجدد واللاعبين أصحاب الخبرة يجب أن يعطوهم جزء. نعم. من الخبرة. طيب كيف كان الظهيرين بالأمس كابتن؟ علاء مهاوي والظهير الأيسر؟ أعتقد أمس هنا حدث فارق بمشاركتهم في المباريات السابقة، حمزة عدنان وصفاء جبار كانت مشاركتهم محدودة، أما واجبات مدرب أو ظروف ذاتية حكمتها المباراة ما أعرف، بس أمس علاء مهاوي في كل هجمة يصعد يشارك، في كل سدد شارك، وصل للمحاور اليمين يعني باتجاه الزاوية وصل ولعب كروس، فكان مركز خطورة، أحيانا حتى عندما يغلق الطريق عليه باتجاه الزاوية كان يدخل في اتجاه العمق، وهذا وشكل. فعل الظهير العصري، هذه كرة القدم، فلهذا وجدنا الحلول لمن للاعبين في الدائرة، أصبحت عندهم حرية لأنه راح يجيهم لاعب زائد مع الكرة فك الضغط عنهم، وبالتالي نفس العملية اللي أحمد محمد أيضا كان. نعم. اليسار، لكن هو أيمن يعني رجل يمين مو أيسر، كان فكان دخوله للعمق أو يلعب الكرة من المناطق اللي تسمح له يلعب بالرجل اليمين. نعم. هذه أيضا خلقت حالة جيدة، وبالتالي فك الضغط على علي قاسم وسيف سلمان. نعم. طيب. على فكرة العفو قبل ما أذكر. نعم. أمس أكو تغيير تكتيكي بسيط، يعني هو واضح يعني 4-4-2 أمس كانت، لأن هناك اثنين ارتكاز واثنين مهاجمين. نعم. قاسم وأيمن كانوا المهاجمين. نعم. الأربعة الحرية والضغط النفسي كان قليل منخفض، فلهذا اللاعبين أخذوا مساحة يعني من المجال وكبيرة في الاستلام والتسليم وفي الحركة، يعني انه احنا متأهلين في كل حال، يجب علينا ان نقدم نعتبرها مباراة تجريبية مباراة ودية وان كانت كنا خسرانين. نعم. من كابتن ايمن حسين، البعض لم يقتنع لحد الان باداء هذا النجم، ينتظر مستقبل كبير، لكن طريقة لعب الفريق العراقي، يعني البعض يقول طريقة لعب الفريق العراقي بالاعتماد على مهاجم واحد دائما هي من ترهق هذا اللاعب، لم يعتد أن يلعب مثل ما تعود مثلا نجمنا الكبير يونس محمود، هو يتعود يلعب دائما مهاجم واحد، يعرف كيف يتصرف، كيف يعني يكون داخل الملعب، يعني وضع أيمن أو وضع مهند يعني بهذا الأسلوب بهذه الطريقة، يعني هو المهاجم الوحيد، يعني دائما 4 أو 5 للخلف وبانتظار صعود. نعم. العملية الأسلوب الفريق طريقة اللعب، يعني كيف إحنا بناء للكرة التنظيم مالنا، هل نلعب بطريقة الوان تو اللعب القصير، أم نستخدم الأسلوب الطويل، نستخدم الانتشار العرضي أو الانتشار الطولي، إحنا هذه الأمور هي هذه تأثر على اللاعبين بالأخص على المراكز حساس. هذا المركز هو وهمي يعني حركي، يعني هذا اللاعب يجب أن يتمتع بخيال واسع بحيث يتحرك باتجاهات يخلق الفراغ للآخرين، هو أكثر ما يكون مساعد، عامل مساعد ومؤثر في الدفاعات.
يعني فلهذا ينتظر المساعدة من الآخرين. يعني إذا تلاحظ المباراة الأولى أمجد أوزبكستان أمجد ومهدي كامل هم اللي الاثنين اللي خلفه سجلوا في حين هو كان مشاغل يعني مهند ومشترك مع اللاعبين. فلهذا هذا المركز يعني مهما يكون اللاعب يجب أن يكون هو لاعب يعني يخدم الآخرين أكثر مما يخدم نفسه، وبالتالي هو ينتظر الحلول الفردية من الآخرين لصناعة لعب. يعني هو مكمل يعني لاعب منفذ للتخطيط اللي يصير بحيث يعطي مساحة لأكبر عدد من اللاعبين الآخرين لاستغلال تحركاته. نعم كابتن، يعني الاعتماد على اللاعب رقم 9 كما يسمى عندكم في عالم التدريب والتحليل، اللاعب رقم 9 الاعتماد عليه يجب أن يعني يوازيه صعود من الخلف للاعبي خط الوسط والأجناب. هذا الشيء افتقدناه في مباراة أوزبكستان بعض الشيء. يعني يمكن الأسلوب البدني اللي يمتاز به الفريق الأوزبكي هو اللي حدد هذا الموضوع بالنسبة لمنتخبنا. يعني هو تقريبا نفس السؤال، يعني اللاعب رقم 9 وتكلمنا عن المهاجم الأوحد أو اللاعب اللي إحنا نحتاج غير المهاجم، نحتاج صانع ألعاب. الفريق لا زال يعني محتاج لاعب بلاي ميكر صريح، لاعب صريح في الدائرة، منظم، لاعب قائد، ليدر. يعني أنت مهما تكون لاعبيك، نوعية لاعبيك، أكون بعض المراكز في الفريق أو يعني هاي خلينا نقولها ثوابت يعني لبناء الفريق، لاستمرار يعني أنت وفرض أسلوبك وفلسفتك والسيطرة على إيقاع ونمط المباراة. يجب أن يجب في الفريق نوعية خاصة من اللاعبين. يعني خلينا نقول لاعب من يمتلك الكرة يعني أضعف الإيمان يمتلكها إلى ثواني معدودات، 4 إلى 5 ثواني، قادر على الاحتفاظ بالكرة. هذا يعطي مساحة للآخرين حتى يسوون زيادة من الإضافة، لأنه يكون عامل قائد في الملعب، مدرب ثاني. بحيث أنت تبني الجمل التكتيكية في أي جزء، في أي مربع من الملعب، تستخدم الضغط، تستخدم الضغط الخلفي. كابتن، هذا هو الهدف اللي تحدثت عنه، أنه كان مهندي شاغل وأكمل الكرة أمجد وبالحالة الثانية مهدي كامل. مباراة أوزبكستان هل كانت أصعب من مباراة كوريا؟ بالتأكيد، يعني مباراة أمس مباراة يعني بدون ضغط نفسي عالي الفريقين، يعني فلهذا حتى المدربين إذا تلاحظ تصرفاتهم كانت هادئة على الخط، ما كان في انفعالات، اللاعبين داخل الملعب. المباراة لو الفريق الكوري استخدم الضغط العالي فقط، هاي الملاحظة ذكرنا فيه، وإلا باقي المباراة هي سليمة، ويعني تقول مباراة هادئة وجميلة، فيها جمل، فيها تحركات. أمس حتى إذا تلاحظ نتيجة الضغط، يعني احنا ما كملنا بالارقام، يعني حتى اكو بعض الدلائل تشير الى انه انت يجب ان تاخذ بعين الاعتبار كل صغيره وكبيره. نعم. يعني في مباراة الاولى مع اليمن فريق العراق توصل اكثر من 80 رميه جانبيه في المباراه بين العراق واليمن، فريق العراق الواحد ارتكب اكثر من 30. طيب، دليل على ان الكره ما كانت تمشي بصوره صحيحه. طيب اذا كان تستغرق كل واحده 4 ثواني لتنفيذها رميه جانبيه، ماكو 4، شلون 4؟ 4 ثواني، 5 ثواني، اكثر من 10 الى 15. خلينا نقول 5 ثواني. نعم. لا ما يجوز 5 ثواني، الكره تطلع وترجع اكثر من 5. طيب اقل شيء 10. طيب نعطيها 10 في 80 800 ثانيه قسمها على 60، هذه تقريبا 14 دقيقه رايحه من المباراه، ثلث المباراه تقريبا. اي يعني احنا سؤالك الاول على الوقت السلبي، احنا الوقت السلبي شلون نحسبه؟ يعني اقصد اللعب الإيجابي واللعب السلبي. أكو وقت سلبي ووقت الإيجابي. اللعب الإيجابي نأخذ كل هذا، واللعب السلبي نأخذ منين؟ من الوقت الإيجابي، لأن هذا الوقت السلبي مطروح. يعني المباراة خلينا نقول 90 مع الإضافة 94 مباراة اليمن مثلاً، من تحسب الرميات الجانبية، ضربة هدف، ضربة زاوية، الكرة تطلع للأمام، أما ضربة هدف أو ضربة زاوية من الأمام من الجانب رمية جانبية. طيب بس التوقفات الأخرى تصير داخل الملعب أثناء صافرة الحكم، فاول، المفاول يدخل به الإنذار والإصابة، عندك الأخطاء الفردية المرتكبه، تبديلات، التعبير عن الفرح أثناء الفوز. هذه الحالات كلها تأخذ وقت، تستغرق، وحالات مباشرة تستغرق، وبالتالي أخذت ما يربو على 20 دقيقة تقريبا من زمن المباراة. هذه هي قصيرة، كل واحدة من تأخذها بجزئيتها قصيرة، ثواني تستغرق، يعني 10 ثواني، 20 ثانية، 30 ثانية، وبعض الحالات تبديلات، الإصابات تأخذ دقيقة أحيانا أكثر من دقيقة. بس بالمجموع الكلي هذه من تجمعها ثواني، إيش راح يكون عندك رقم كبير، بالإضافة للرميات الجانبية، ضربات الهدف، ضربات الهدف تستغرق وقت طويل، تروح خلف المرمى، الحارس يخليها، يرجع ويرجع يشوت، طول أكثر من 20 ثانية، تأخذ ضربة زاوية تأخذ 30 ثانية، وبالتالي خسرنا وقتا. هذا الوقت بالمجموع كله من تطرح جاد يطلع أكثر من 40 إلى 45 دقيقة. المباراة 90 بقت 45، يعني لعبنا شوط، يعني اللعب الإيجابي كان شوط واحد. اللعب الإيجابي من تجي تأخذه
من 45 يجي 45 اوت، اللعب واقف، الكره واقفه واللاعبين واقفين احيانا. نعم. تاخذ ال 45 تاخذها بهال 45 هم بيها لعب ايجابي وسلبي احنا نحسب. فلهذا الفعلي احنا نطلع اللعب الفعلي الحقيقي الايجابي بال 45 دقيقه ما يطلع 20 او 25؟ لكل فريق ما يطلع 15، اقل من 15 كره، كل لاعب ما يطلع دقيقه ولحظات يعني. يعني ما ثواني معدودات يعني، اذا حسبت الحيازه انت عوف الايجابي والسلبي اعطيك حسبه سهله على قولتنا احسن، انت احسب اللعب اثناء استلام الكره للاعب واحد، لا تتعب نفسك، شوف لاعب واحد شوف من يمتلك الكره ايش قد تستغرب، بالمجموع بالمباراه كلها ما تلقى عنده دقيقتين، دقيقه ونص ما يستلم استلام وتسليم من هذا الوقت الطويل، والكره اما بالهواء او عند زملاء اخرين، فلهذا انت شوف من تجمع الكلي كل لاعب ايش قدمت لك الكره اقل من دقيقتين. بالتالي انت عندك 11 لاعب بالمباراه، في 11 في 2 22 اقل من دقيقتين، دقيقتين رقم جيد. او تاخذ مثلا تقسم جزء من الملعب، تاخذ ثلث الزون اكشن في الملعب ثلاث اجزاء، ثلث الهجوم ثلث الوسط ثلث الدفاع، في منطقه معينه احسب الوقت فيها للاعبي مع خط واحد اربع الدفاع او الوسط او الهجوم، راح انت تتفاجئ بهذه الحالات. هذه من اقصدها انا يعني، عندنا نستدل بالفرق العالميه الكبيره في كره القدم اين وصلت. نعم. احنا من نذكر هاي الارقام فقيره يعني، واحيانا تنحرج بها يعني، قد ما يفهم الاخرين معدل ما يركض اللاعب يعني اثناء المباراه ايضا يعني حقيقه رقم يعني بعيد جدا بالمقارنات مع الدوريات المتقدمه. انا طلعت لك بالدقائق اكثر من 40 دقيقه تروح يعني، هذا ما بها ركض، هذه واقف الكره توقف يعني في الفاول واقفين اللاعبين اكو حركه مشي يعني. هل اختلف الحال في مباراه اوزبكستان بالنسبه لهذه الارقام عن الأرقام مباراه اليمن؟ الارقام تحسنت في مباراه وكوريا يعني مباراه كوريا كل امس افضل، ليش؟ لان الفريق الكوري فريق منظم، احيانا يلعب اكثر من 15 الى 20 تمريره، اسلوبه طريقه بناء يعني، احنا بالتحليل استاذ حسين يعني انا شويه راد لها شرح يعني. نعم. انت بالتحليل انا اريدك تستفيد بالموضوع حقيقه حتى نستفيد كجمهور. اي اكو عناصر مهمه جدا بالتحليل، انت اول ما تجي تباوع الفريق تباوع الطريقه مالته، احنا نسميها طريقته، شنو تشمل النظام والتشكيل. نظام اللعب مالك وتشكيلك، تشكيلك شنو هذا اللي الارقام المسميات 4 2 3 1 4 4 2 4 1 4 1 هاي المسميات، هاي التشكيل نظام، هذا التشكيل والنظام بس تنظر به شغله واحده، عمليه التحول مالهم هاي المجموعه تيم 10 من الهجوم للدفاع ومن الدفاع للهجوم، بس هذا تنظر له من تكمل هذا الثابت، احنا نسميه ثابت هذا مو متغير، لانه هذا انت تنظر لكل مباراه شكل طبعا. نعم. النقطه الاخرى تجي تدخل باسلوب اللعب، اسلوب اللعب الفريق، اسلوب لعب الفريق هنا عمليه نقل الكره كيف تمشي، احنا من الساعه قلنا بس الدفاع والهجوم تنقل، هسه تجي تنقل بالاسلوب مالتهم، تجي عمليه نقل الكره سهل بسيط طويل، هجمات مرتده اكو تعاون اكو وان تو. نعم. هذه كلها وين تدخل بطريقه اللعب نسميها احنا. نعم. طريقه اللعب كنموذج الفريق الكوري الجنوبي طبق مباراه يعني تكاد تكون يعني قليله الاخطاء، ماكو مباراه قليله الاخطاء تماما، يمكن لولا تفوق الذهني اللي كان عند النجم انا خالي التمرير بعدين، لان التمرير اذا كبير هذا لوقت اكثر يعني، حتى اوضح لك الصوره يعني، لا ديني بالتمرير حقيقه كابتن هذا مهم جدا، جدا امام مهم. يعني عناصر على مباراه كوريا دائما من كملنا اسلوب طريقه كيف تمشي الكره سهل بسيط طويل مرتد يعني هذا اسلوب على الاجناب الكروسات، ننتقل وين للجانب الثالث بعناصر التحليل هو الاستراتيجيه والخطط انت اللي مستخدمها، هذا الدليل على عمل وفكر تدريبي وفلسفه واضحه للمدرب، وهنا تتضح مهارات الاتصال بين المدرب واللاعبين وكيف توصل هذه الافكار الاستراتيجيات والخطط، يعني هنا مفاتيح لعبك وين؟ منين تشتغل؟ من اليمين من اليسار؟ نظامك الدفاعي الرباعي الوسط كيف يتحركون؟ هذه كلها خطط استراتيجيات انت ثابته لازم ندرب عليها. من كملت هاي الثلاثه الرئيسيه لازم وين تدخل بعدين تحسب؟ تحسب بالعناصر التحليل تشوف الحلول الفرديه عدما بالفريق الخصم او فريقك انت حلولك الفرديه وين باتجاه الحصني همام ايمن، هسه انت سؤالين سالتني على ايمن عن الهجوم ولاعب رقم 9 او مثلا بلاي ميكر لاعب الدفاع، هاي كلها حلول فرديه. طيب. حلول فرديه بها انتشارك وبها اختراق بها تغيير مراكز بها ابداع بها تهديف بها وان تو بها دربل، هاي المهارات هي جزء اكثرها هجوميه، المبادئ الاساسيه للهجوم في التحليل يعني، خلينا نقول من تكمل ذن كلها هسه ثبت عندنا، بقت عندنا كل شغلات ثابته حالات ثابته
شلون تتعامل مع امس كوريا قبلوا جول من حاله ثابته والحاله الثابته القبيله جمله تكتيكيه جميله طب طب وان تو هدفه خلصها صار امام المرمى انكشف المرمى مرمى واحده بالشوط الثاني فقط اذا هذه احنا لحد الان ما نجحت عندنا الهدف الثاني على اوزبكستان من حاله ثابته زاويه بس تحركت وين بالداخل ولعبوها صارت ارباك صار نتيجه خطا سجلنا امس الفريق الكوري ما سجل نتيجه خطا نتيجه ضعف تكتيكي بالمراقبه استطاع يسجل علينا من خلصنا اللياقه البدنيه هسه ما بقى شيء محلي راح نراقب لياقه اللاعبين البدنيه يعني اللاعبين ذولا سرعه قوه مهاره عاليه بالهذه اجسام بدي ماله يعني القوه الجسمانيه على شنو يعتمد كل لعبه اساسا اكو فرق تعتمد على القوه مالته اكو فرق تعتمد على المهاره البرازيليين وذولا الاوروبيين هذه يختلفون من كملتها كل العناصر يبقى كل شيء اسمه احنا نخليه بالتحليل يسموه السلوك ذولنا ثقافه هذا الفريق عنده عقلية الفوز، عنده ثقافة البطولات، مدمن على الكأس، فهذه بعض هذه كلها من تحللها، أنت تراقب المباراة وتحللها تحطيها أنت، هذه كلها تأخذها بالحسابات مالتك، فلهذا يكون عملك مدروس. تعرف كيف تشارك بهاي المباراة وش تتحضر لها وش كيف تواجه. نعم، إذن هذا وظيفة المحلل الفني خلي يكون الجمهور يعني على دراية أكثر أنه يحضر هذه الأمور للمدرب قبل كل مباراة. أكيد يعني. وبعد كل مباراة أيضاً يعطيه دراسة. وهذه واجبه يعني اليوم المحلل يعني اليوم انت مدرب كل شيء تريد يعني عن الفريق تلقاه جاهز مالك فريقك واثنين كل شيء عن الخصم اللي راح تواجهه ايضا جاهز يعني انا راح العب بين الامارات افتراضا اليوم الامارات تاهل الاول انا من راح العب لعبه جايه الامارات اليوم راح يلعب الامارات وعنده لعبتين من ثلاث لعبات احللها مو لعبه واحده من ثلاث لعبات راح اقرا تفكير الامارات مدربهم شلون بدل شلون تعامل مع مجريات متغيرات المباراه اللي حثت الانيه يعني اثناء المباراه كيف تعامل مع المراكز تبديلات المراكز تغييرات المراكز هاي العناصر اللي حكيت لك اياها هسه قبل كلامي طريقه اللعب باسلوبه بنظامه بتشكيله باسلوبه الحلول الفرديه مستوى اللياقه البدنيه اللي عنده هذه سلوكياته داخل الملعب عنده لاعبين استفزازيين عنده سلوك عدواني عنده ثبات انفعالي عنده تحرك هاي كلها ادرسها من يجي المدرب اعطيه خطوط العامه بحيث هذه كلها وين ينقلها ينقل الفريق العراقي هيهم معد نفسي وهي لهم فنيا يدخل للملعب يعطي الواجبات من خلال تحرك هذه كلها الواجبات فيها خرائط حراريه اليوم كل لاعب بالامارات انا العب اعرف هذا منين يطب ومنين يطلع منين يستلم وين يسلم وتحركات المدرسه كلها المنظمه والعشوائيه اخذ كل الحسابات اجي ادخل المباراه كل شيء اثناء المباراه راح تكون عندي التعامل اني لان انا اسير المباراه هذا تفرض يعني طريقه تسيير المباراه التعامل الاني والتعامل الان هو اللي او المسجدات اللي فرديه اكثر شيء يعني انت من يتوقع انه الاوزبكستان يسجل ب 12 ثانيه عليه اذا اليوم كره القدم لم تعد تسير وفق اهواء المدربين ورغبات اللاعبين او الجماهير هي من تسير الجميع وفق متطلباته الانيه يعني وفق الضغط والتمركز والنتيجه حتى الهدف اللي دخل علينا من اوزبكستان كابتن يعني الحاله ترجيع يعني ضربه المرمى العفو ضربه تحريك السنتر رجعت للخلفه لوب طويل يعني للأمام حتى هذا يعني اسلوب فريقنا عندما يضغط يلعب بالكره الطويله بالضبط هو يعني هذا يسموه يعني شلون اقول لك يعني مباغته ومثلا استغلال يعني مفاجاه الاعداد النفسي كان هنا له دور بهذه الحاله الخطا وارد كل شيء كره قدم احنا نعم. سجلنا من خطا نعم. الاخير خلينا نتواصل ويا احصاءات المنتخب الاولمبي العراقي أكيد. يعتمد الفريق الاولمبي العراقي كثيرا على الكرات الطويله وانا اللي قلت لك التمرير ما دخلت بيه لانه جزء منه كبير هذا اللعب الطويل يعني احنا عندنا مشكله بالتمرير ليش الفريق كل ما زاد عليه الضغط كل ما اعتمد على التمرير الطويل لا يستطيع استخراج الكره واستخلاصها او الخروج بها من مناطق الفريق العراقي الى مناطق الفريق الخصم ضعف الحلول الفرديه والتكتيكيه يعني التكتيكيه الجماعيه والفرديه المهاريه الخاصه باللاعبين تبني يضغط عليك لاعب يجردك من مهاراتك ما عندي سلاح ابعد الكره شتتها بطريقه بحيث ابعد الخطر هو الطويله بس احنا هذا النتيجه منين جاي؟ نتيجه ضعف بالتمرير عندنا بالمهاره بالتمرير الكره كره القدم لمسة وباص نعم انا كابتن يعني اضرب مثاليا يعني عندنا كان على الجنبين في مباراه اوزبكستان عندنا همام طارق على جهه اليمين وعلي حسني على جهه اليسار همام طارق كلما ضغط كانت التمرير سلبي او اخراج كره الى الخارج على العكس من علي حصني مع العلم الظهير اللي كان يلعب رحمن اوف امام علي حصني كان اقوى من الظهير الاخر لكن علي حصني قدر بالحل الفردي المهاري الشخصي حتى صناعته لهدف امجد عطوان كانت نتيجه رؤيه وفيجن عالي حقيقه ارجاع الكره بشكل ارضي يعني الى هذا المكان وشوف هذه تتكلم بالاخطاء يعني في كل مباراه عندنا خطا بالتمرير
خطأ في المناولة حتى واللعب الطويل ذن إذا تجمعهم في كل مباراة يصل للمية بين لمسة خاطئة. رقم كبير. رقم مية ليش كبير؟ لأنه نتيجة الكلي مالك بالتمرير ما يوصل 300. أنت تطلع منه 100 يعني من كل 3 مناولات أو 4 إذا تأخذ المعدل تطلع عندك واحدة خاطئة واحدة طويلة. هذا انتقلت الحالة من الدوري. أنا العام تدري العام سويت الإحصائية ودراسة للدوري أكثر من 30 مباراة وطلعت باستنتاجات ولازلت متواصل على مقاطع. اليوم حتى بالدوري العراقي ما كل فريق يقدر يعبر العشر تمريرات. تحدث عندك مرة مرتين عادي بس أنا داعش على الكلي أعطيك الدراسة المقارنة النسبية المعدل الوسط الحسابي من تأخذ أنت بالفريق ما يوصل 300 تمرير بالدوري 250 ما يوصلون وتجي تلقى 50 إلى 60 طويل والأخطاء 40 30 يعني أكثر من 100 يعني من كل 4 مناولات عندك واحدة غلط أو واحدة طويلة والطويل نسبة كبيرة والطويل نسبة كبيرة إذن هنا الكريشن يعني يسموه الدقة بالتمرين الكوريتي الدقة بالتمرير عندنا جدا ضعيفة الدقة بالتمرير إذا طلع 70% ضعيفة دقة بالتمرير ليش؟ لأن أنت بالخلف من تبني دفاع بدفاع ماكو خصم هذا اللي نقول عليه اللعب السلبي قبل لحظة اللعب الإيجابي من تعبر السنتر ويكون الكرة مؤثرة أنت هسه 4 لعبات شفت المنتخب 3 لعبات أعطيني كم واحدة ثرو باصينج لم نشاهد كرة ما تتذكر أمس لعب علي قاسم كرتين ما نجحت واحدة مشاها بها أيمن طلع بها آوت والثانية لعبها الدفاع قطعها أنا بدقة مراقب هذا ثرو باصينج بس أنت إذا تجي تقول لي هاي مدروسة ملعوبة أنا أقول لك اجتهاد فردي مو جزء من التكتيك نعم تحرك لاعب دخل لاعب يفتقر فريقنا ايضا كابتن للتمرير للامام بدقه يعني الامام تحديدا اكيد لانه من قلت لك من ساعه الفريق بحاجه لصانع العاب صناعه اللعب هي مو يعني هسه شوف تشافي ميسي نيستا بالنص اي الفريق بالعالم اي لاعبين يريد يلزمهم ما يقدرون هم 3 يجون عليهم 5 ما يلزمون ما اعرف ليش لانه اكو يمنه اكو يسرى اكو امامه اكو كل الاتجاهات اكو حلول دائما فلهذا هو يتحرك بالفراغ اثنين الكرة تستغرق في وقت منطقة الوسط عندهم ثواني مو يعني لمسة سريعة أكثر من 10 ثواني فهاي عملية محطة البناء إحنا الكرة ما توقف بالنص متلحق باص 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 قطعة لو بريس علينا الفريق الكوري من لا استخدم الضغط ليش حتى ما يخليك تصنع هجمة ما تلعب في حين شاهدناه خصوصا بالخروج بالهجمة المرتدة على فريقنا العراقي كابتن أكو لاعب محطة دائما يوقف كرة وينتظر يشوف عنده حلين او ثلاثه يلعب كره اكيد يعني بالاخص هذا قلت لك عمليه بالتمرير هنا ايش راح يصير عندنا بالتمرير من يكون الطويل يصير جزء من تفكير اللاعب ثقافته امس اذا تلاحظ بالدفاع باليمين باليسار يحاول يلعب باص باصين ماكو احد تفكيره رسم بالطويل حتى كثير من اللاعبين احيانا ماكو احد يمه صارت ثقافته وجزء من تفكيره يعني هو أول ما يلزم الكرة باو يمين يسار ماكو أحد لونج زين هو لونج المن باتجاه يمن قبل الكرة فلسفة هذه قبل الكرة إنجليزية هذه صارت تقليدية نقول عليها يمين يسار يصعد يرفع بس قبل شنو هيدر اللاعبين مقاتلين مشهورين بألعاب الرسم هم هذا الجزء في تكتيك هذا كان يعني فلسفة إنه توصل الكرة للأطراف وتلعب الكرة ولا زال الاستراليين مثلا متمسكين بها بعض الفرق الانجليزيه تلعبها حاليا بوقت معين محدد تحتاجه ربع ساعه 10 دقائق فقط لظرف معين اثناء المباراه يقول لك بعدين صعد لاعبين طوال يلعبوا بالكرات العاليه طيب هذا حل موجود اليوم تطور التقنيات الحديثه وعلم التحليل والدراسه وعلم النفس وصول اللاعبين الى اعلى مراحل في الركض في الجانب البدني يعني هناك ثقافات تطورت مدربي اللياقة بدنية الجاهزية أصبحت عالية جدا فلهذا اليوم أصبحت مميزة اليوم في كل مكان تقدر تغلق يعني اليوم اللي يلعب عليها الكرات أنا أضغط عليه على الجانب قطع الاتصال على ذوله ما تروح ترفع عليه كرة إذن اليوم كل حال لها حل هذا الكلام كله إحنا كلام كثير يعني بأي اتجاه نتحرك إحنا نتكلم نقدر ناخذ وقت كبير يرجع وين يرجع الفكر التدريبي للمدرب للفلسفة الواضحة للمدرب يعني أنت أحيانا تلاحظ فرق تباع لي أنت عندك أسلوب معين تحس إنه هذا الفريق يلعب هذا وإذا به يفاجئك في المباراة أثناء المباراة يفاجئك
مو بالانت بدايه اللعب وتاخذ اعتياد. اذا اكو قراءه انيه ايضا من المدرب. اليوم كره القدم هي اثناء مو قبل او بعد. اهم شيء الاثناء يعني متغيرات الانيه داخل المباراه. متغيرات الانيه كابتن داخل الملعب. نعم كابتن يعني خلينا شويه ننتقل انا وانت والمشاهدين لي ما شهدت العاصمة الحبيبة بغداد من نشاطات ونبدأ ب كنا نتحدث عن التدريب وعالم التدريب. شهدت العاصمة الحبيبة بغداد انطلاق دورة تدريبية فئة سي بإشراف الخبير والمدرب الكبير أنور جسام. نشاهد هذا التقرير اللي عدى زميل أحمد مصطفى. بمشاركة أكثر من 30 مدربا من محافظة بغداد انطلقت الدورة الآسيوية التدريبية بفئة سي بإشراف الاتحاد الآسيوي والمحاضر العراقي أنور جسام ويساعده أثير عصام، حيث يسعى اتحاد اللعبة المركزي بكرة القدم إلى تأهيل أكبر عدد ممكن من المدربين أصحاب الشهادات. الدورة سي طبعا أقامها الاتحاد الآسيوي لتدريب وتعليم المدربين العراقيين كيفية تنظيم وتوحيد وتنظيم الوحدات التدريبية بما يتناسب مع المهارات الأساسية للاعبين الناشئين. بصراحة هنالك تخطيط وتنظيم للوحدات التدريبية لأنه المدرب هو المخطط هو المربي والأستاذ، فعليه يجب أن يبادر بالأسلوب العلمي الحديث. المدرب هو الأساس في العملية التدريبية، كل ما يكون عندنا مدربين جيدين متعلمين عندهم ثقافة عالية عندهم علم كبير، يعني هذا احنا راح سوف نخلق لاعبين جيدين المستقبل. فأتمنى لهم التوفيق في هذه المحاضرات، وإنها لك طبعا محاضرات أخرى على مستوى بي ومستوى أي. فيعني نشكر الاتحاد العراقي وكذلك الاتحاد الآسيوي لثقة بالاتحاد العراقي بأن استطاع أن يعمل هذه الدورات في هذه المرحلة. 20 يوما هي مدة الدورة التدريبية الآسيوية، سيخضع المشاركون فيها إلى دروس نظرية وتطبيقية في كيفية التعامل مع اللاعبين ووضع الخطط وغيرها من أمور تخص كرة القدم ولاعبها. الدورة تتضمن 82 ساعة بين تدريبات عملية ومواد نظرية يتم إعطاؤها للمشاركين. محتوى الدورة يكون خاص بتدريبات الفئات العمرية. أيضا هناك الكثير من الدورات التدريبية التي سيقيمها الاتحاد العراقي لكرة القدم خلال هذه السنة 2016. هناك دورات في محافظة الناصرية، في محافظة بابل، في محافظة كربلاء، بالإضافة إلى دورات تدريبية في محافظة بغداد وإكمال النصف الثاني من دورة أي في محافظة أربيل. كل هذه الدورات سيقيمها الاتحاد العراقي بحدود 50 دورة تدريبية بين سي وبي وأي وبمشاركة المحاضرين العراقيين والمحاضرين العرب. ويسعى المشاركون في هذه الدورة إلى مواصلة الاشتراك بهذه الدورات والوصول إلى أعلى شهادة قد يحصل عليها المدرب العراقي ليكون ملائما وجاهزا ومجازا للعمل مدربا في أي مكان على وجه الأرض. أحمد مصطفى، قناة الرشيد الفضائية، بغداد. كابتن، على عجالة هاي الدورات بدأت يعني ترجع لبغداد وللمحافظات الأخرى، عامل إيجابي لرفع مستوى الكرة العراقية؟ أكيد، يعني هي ثقافة أولا قبل ما تكون دورة، بالإضافة إلى ذلك أنه كثير من مدربين إحنا بعد الانقطاع عن العالم يعني كانوا يفتقدون هذه المحاضرات النظرية، مثل ما تفضل الأستاذ القدير كابتن أنور أنه تختص في الفئات العمرية وعدد ساعاتها يعني قليل، يعني قياسا ب بي او سي او اي الاعلى، فهي اساسيه اوليه يعني لمبادئ واساسيات كره القدم سواء في المهارات او في مبادئ الدفاع والهجوم. ثم ينتقل المدرب بعدها الى يعني ياخذ فتره من الزمن يعني بالممارسه. اعتقد هي اساسا هي عمليه تثقيف وبناء للاعب والفكر التدريبي. رغم هذا احنا نبقى يعني ناكد على انه التدريب هو موهبه ورغبه، يعني اذا لم تمتلك الرغبه والموهبه فلا يمكن تتطور. يعني مو بالامكان، هذه المعلومات موجوده اليوم في الانترنت، في الصحف، في الكتب، في الافلام، كثير المعلومات مو بامكان الواحد يطلع عليها ويقرا، لكن عندما تاخذها في كورس عملي
مع النظري وفي داخل امتحان مع مجموعة من المدربين زملاء، هناك يكون تلاقح أفكار وتبادل في المعلومات، بالإضافة إلى وجود المحاضرين يغذوك بالمعلومات الجديدة. إضافة إلى ذلك هناك عمل يعني بسيط ولو بالبرزنتيشن، يعني مجبور أنه تعمل بحث علمي أو ووركشوب بسيط يعطيك دفع للأمام، خليك تبحث عن كل ما هو جديد في كل الاتجاهات. فلهذا هذه خطوة مباركة، يعني نتمنى أن تزداد ونتمنى إن شاء الله نشوف بعد بي أكثر وأي نعم في 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 بغداد وفي كل محافظاتنا الحبيبة. مشاهدي الكرام، أيضا شهدت العاصمة الحبيبة بغداد يعني توالي وتكثيف استعدادات منتخب العراق للشباب للكرة الطائرة، يواصل تحضيراته استعدادا للاستحقاقات القادمة. نشاهد هذا التقرير. استعداداً للاستحقاقات المقبلة، يواصل المنتخب الشبابي العراقي بالكرة الطائرة تحضيراته وتمارينه اليومية على قاعة الشعب ببغداد لإكمال جاهزيته قبل المشاركة في البطولات المحلية والخارجية، باعتباره يمثل المنتخب ونادي القوة الجوية في وقت واحد. تستمر تدريبات منتخب الشباب على مدار 6 أيام، 3 وحدات تدريبية في قاعة الشعب و3 وحدات تدريبية في النادي الأرمني. منتخب الشباب اللي كان هو يمثل منتخب الناشئين اللي شارك البطولة العربية بالمغرب الأخيرة، هو الآن يمثل نادي القوة الجوية في دوري النخبة. بالتأكيد المنتخب يضم عناصر من الشباب، يضم كل أطياف من الشمال والوسط والجنوب، لاعبين يمتلكون مواصفات الطول والأعمار، معدل الأعمار اللاعبين هم 17 سنة إلى 18 سنة، مواليد 97 98 99. بالتأكيد المنتخب اللي هو حاليا مثلا القوة الجوية شارك بالتجمع الأول اللي يقيم في سليمانية، قدم مستوى رائع لاقى استحسان الجميع، والتجمع الثاني اللي يقيم في بغداد أيضا لاقى استحسان الجميع، والتجمع الثالث اللي يقيم في محافظة البصرة. اليوم احنا في قاعة الشعب، تستمر على مدى الأسبوع كامل استعدادا للمشاركات الخارجية والمشاركات المحلية. المشاركات المحلية تتضمن هو دوري النخبة اللي راح يبدي التجمع الرابع في يوم 4/2، أما استعدادات خارجية فهي استعدادات بطولة آسيا للشباب اللي ستقام في تايوان من الشهر 7 من هذا العام. عناصر الفريق العراقي بدت عليه الثقة والمعنويات العالية والانسجام الكامل باعتبارهم لعبوا في منتخب الناشئين ثم الشباب والقوة الجوية، وهذا الوقت كافيا ليخلق منتخب كامل الجاهزية من الجوانب كافة. أول شيء يعني المعروف احنا ناشئين، ناشئين منتخب العراقي اللي ضمنا نادي القوة الجوية، دخلنا بالدوري النخبة العراقي. النتائج يعني اللي هي مثل ما تقول استعداد، يعني ما نحسب نتائج كدور النخبة اللي هم يعني الخط الأول من منتخب الوطن. يعني احنا جاي نستعد البطولة الآسيوية اللي تقام في تايوان في الصين. الاتحاد ما مقصر يعني بأي شيء، يعني كرواتب كسكن كمخصصات، الكادر الفني جاي يقوم بواجبه على أحسن ما يمكن، وإن شاء الله نرفع اسم العراق. الآن صحنا منتخب شباب والآن نلعب مع القوة الجوية في دوري العراق النخبة، والله صراحة الدوري كلش زين ولعبات كلش قوية، احنا جاي نخطط لعبات أكثر ويا اللاعبين حتى شنو يصير عندك خبرة وقوة ودفع. يعني كل هاي اللعبات كل ما تخطط أكثر ويا اللاعبين راح يصير عندك دفع واهس، وبعد ما تخاف أبد بالملعب، وإن شاء الله احنا نقدم أكثر مستوى لنا. ويستعد المنتخب الشبابي العراقي للدخول في البطولة الآسيوية التي ستستضيفها تايوان، ومنها ستكون البوابة التي من خلالها يسعى المنتخب العراقي للحصول على المراكز الأولى المؤهلة إلى كأس العالم بالكرة الطائرة للشباب. أحمد مصطفى، قناة الرشيد الفضائية، بغداد. بالتوفيق لمنتخبنا الشبابي للكرة الطائرة، إن شاء الله يعني تكون النتائج على قدر التوقعات وأكثر، وتعود كرة الطائرة يعني كما عهدناها في فترة من الفترات رقما كبيرا وصعبا في عالم الرياضة العراقية. مشاهدي الكرام، ننتقل للحديث عن يعني بطولة احتضنتها الأكاديمية الرياضية في ملعب الشعب الدولي
جمعت روابط الأندية الأوروبية، محبي تلك الأندية ومشجعيها في العراق عن طريق روابطهم أقاموا بطولة لكرة القدم، وكان التنافس فيها جميل وأضفى شيئا من المتعة الحقيقية في ظل الأجواء اللي تعيشها بلادنا. كابتن، أنت كنت حاضر في افتتاح هذه البطولة، خلينا نشاهد هذا التقرير ونتحدث عن هذه البطولة. النشيد الرسمي لنادي مانشستر يونايتد. على ملعب الشعب الثاني ببغداد اختتمت النسخة الأولى لبطولة ميركاتو العراق لفرق مشجعي الأندية الأوروبية في العراق. البطولة أقيمت بنظام التجمع لأربع روابط تشجيعية لأندية ميلان ومان يونايتد وبايرن ميونخ ويوفنتوس، وحظيت باهتمام الجماهير ونظمت بشكل دقيق من الجوانب القانونية والترتيب الفني. انطلقت البطولة قبل أسبوعين، نظام التجمع الحقيقة كانت أجواء شبابية جميلة، وطبعا هو هذا الهدف من إقامة البطولة، أنه تجمع الشباب وتجعلهم أنه يمارسون كرة قدم، خصوصا بعد توقف الدوري العراقي واتجاه الشباب أيضا إلى متابعة الدوريات العالمية بسبب ضعف الدوري العراقي، بسبب هامشية أيضا الدوري العراقي والبطولات المحلية. الاتحاد تكون بالجديد وميركاتو دعم هاي البطولة لأنها بطولة شبابية تمثل مشجعين حقيقيين، وإحنا هو هذا الشيء اللي نفتقده حاليا، يعني حتى على مستوى المنطقة، إنه ردنا إن نسوي بطولة فريدة من نوعها تدعم المشجعين وتدعم الروابط مالتهم، وعلى هالأساس سوينا النسخة الأولى ونتمنى نجاحها. وبعد تعادل فريقي رابطة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد بالنقاط، لجأت اللجنة المنظمة إلى المواجهات المباشرة ليفوز عشاق النادي البافاري الألماني باللقب الأول للبطولة التي ستقام كل نصف سنة. البطولة حتكون كل 6 أشهر، عموما مدة أقل، حتكون مباريات ودية لغاية التحضير للبطولة القادمة اللي ممكن تكون بالصيف. لأن البطولة لحد الآن ناجحة وقاعد نشوف بها إقبال، حتصير عندنا روابط جديدة تنضم، مو فقط 4 فرق، ممكن يصير 2 فرق أو أكثر، وحافظنا أن تكون فقط الروابط المعترف بها رسميا بالعراق، من أجل تكون بطولة نظامية أكثر. هذه بطولة تقرر أن تكون البطولة الأولى، على أمل أن تستمر لبطولات قادمة. نتمنى دعم وزارة الشباب الرياضة من خلال توفير ملاعب، وطبعا نشكرهم على توفير أرضية ملعب بالمركز التخصصي، وإن شاء الله الاتحاد الروابط راح يستمر بنشاطات على الفترة القادمة. نجاح هكذا بطولات نادرة تحتم على أهل الرياضة في العراق الالتفات إليها والاهتمام بها، فربما في الأيام المقبلة سنسمع عن تنظيم البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي في بلدان أخرى. أحمد مصطفى، قناة الرشيد الفضائية، بغداد. اهلا وسهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام. طبعا كابتن، الوقت ادركنا، لم يبقى الا نشكرك، حقيقه تجربه جميله وان شاء الله تتكرر. من الجميل ان نشاهد شبابنا يعني يقيم هذه البطولات، يعني على حساب الخاص يجمعون فيما بيناتهم ويقيمون هذه البطولات، ان شاء الله تتكرر، وان شاء الله يعني نتمنى مشاركه نجوم دوليين مثل حضرتك في هذه البطوله، على الاقل حضوركم يشكل عامل ايجاب لهذه البطوله. اكيد، هي رساله جميله وطيبه، يعني نبارك لهم ونهنيهم على هذا الجهد، ونتمنى انها تنتقل الى انديتنا هذه الحركات، وتكون يعني على ثقافه واعيه وتنعكس على الكره العراقيه. ان شاء الله مبروك اليوفنتوس وميلان وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد على هذا التنظيم. شكرا، شكرا لهم، والشكر موصول الى كابتن. حلقه كانت مميزه، وان شاء الله يتوفق منتخبنا الاولمبي في مباراه يوم السبت. بدون ان نتكلم عن المنافس، ان شاء الله فريقنا يفرض اسلوبه وان شاء الله يصل الى المبتغى، وهو الوصول الى ريو دي جانيرو. اتمنى لهم الفوز والتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا الى الكابتن، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، الى ان نلقاكم في حلقه مقبله، الى اللقاء.